الحقيقة يعني نجوم كتير قوي أبدعوا وأبدوا إعجابهم بالشكل المبهر اللي وصلت ليه مدينة العالمين الجديدة وحجم الإنجازات اللي موجودة في المكان، وكمان مهرجان العالمين اللي هو حدث ترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. منهم النجمة طبعا، نجمة الجماهير نادية الجندي، واللي قالت إنها مبهورة بالمستوى العالمي اللي بيقدمه المهرجان، وأكدت إنها لفت العالم كله لكنها ما شافتش مدينة في جمال مدينة العالمين الجديدة بكل تفاصيلها وشواطئها الرملية والمياه الصافية الطبيعية الخلابة. وأشارت كمان نجمة الجماهير إنها في كل مرة بتروح العالمين الجديدة بتنبهر أكتر وأكتر من حجم الإنجازات على أرض الواقع، مؤكدة إنها في كل مرة بتشوف تجديد وتطوير وإنشاءات ضخمة وفنادق على أعلى مستوى. للمزيد طبعا بتنضم لينا دلوقتي النجمة نادية الجندي. يا مساء الفل عليكي. مساء الفل عليكي وعلى كل الشعب المصري وعلى كل جمهوري الحبيب اللي وحشني. مبدئيا خليني أبدي إعجابي الشديد بآخر فوتوشوت، الإطلالة تجنن. ميرسي ميرسي، أشكرك. وهي كانت في الساحل. والله هو ده بيعني لي حاجة واحدة بس، إنه جمهوري مشتاق لي لما يعني انزل فوتو ستيشن ومجرد صور، يعني مش عمل ولا دراما ولا فيلم ولا مجرد صور في مصيف، ويحقق هذا الاعجاب الكبير والمشاهده الكبيره ويعمل ترند لمده 3 ايام. ده بيعني لي حاجه واحده بس، ان جمهوري مشتاق لي جدا وبيحبني ومستنيني. احنا بالفعل مستنيينك وعايزين نعرف عنك كل جديد وايه اللي هتقدميه، ولازم نشوفك مره تانية على الشاشه. لكن عايزه اتكلم عن الاطلاله دي بالتحديد، وهي كانت في العالمين تقريبا. لا، كانت في الساحل الشمالي. انت معجبه جدا بالساحل، بتحبي الساحل بشكل عام؟ طبعا انا ساحليه ومن سكان الساحل من زمان، وساحل ده شيء رائع مبهر حقيقي. انا لفيت العالم، أحلى لون ماء مية بحر شفته في حياتي. الرملة البيضة اللي تجنن، اللي معرف في سحر كده غريب. أنا أدخل بس الساحل كده من الطريق الصحراوي، أول ما أجي كده من القاهرة وأدخل بس كده على الساحل، لو حتى مرهقة، لو كنت خلصت تصوير مرهقة جدا، ألاقي نفسي فعلا يعني حصل لي نوع من الاسترخاء والهدوء. معرفش، في سحر، في سحر فيه. طب الزيارة بقى للعالمين الجديدة كده احكي لنا عنها، وبما ان حضرتك بتروحي على طول الساحل فأكيد في الطريق وانت معدية شفتي التطورات الكتير اللي بتحصل. انا هقول لك حاجة، انا اول ما وصلت، اول ما بدأ المشروع جيت شفته حقيقة وهو لسه بيتولد، وتوقعت ان ده هيبقى شيء رائع، بس ما كنتش اتصور ان ده ان هيخلص بالسرعه دي حقيقه. يعني تم انجازه في وقت نو تايم، يعني وقت قياسي. كل مره كنت بروح العالمين كنت بروح لازم اعدي عشان اشوف ايه يعني وصلنا لايه. كنت عندي حب استطلاع ان انا اعرف بكل مرة كل سنة ايه الجديد اللي حصل فيه، او كل مرة اروح ايه الجديد اللي هشوفه. لقيت شغل انا كنت بشوف، والله حياة ربنا بكلمة جد، انا كنت بشوف 3 ورديات 24 ساعة عمل متواصل. كنت يعني كنت سعيدة جدا بالهمة وقد ايه في انجاز سريع وفي حماس من كل الموجودين، وشفت المدينه دي وهي بتطلع كده قدام عيني سنه بعد سنه بعد سنه. شيء مبهر مبهر بجد، ويسعد اي مصري حقيقه. وبعدين ده مش رايي انا بس الحقيقه، يعني انا لما قابلت ناس كتير هناك اجانب وسالتهم عرب يعني، فقالوا لي بصي احنا لسه جايين من اسبانيا، ولو ولفينا وكنا بنلف وبنصيف في الدول
يعني واليونان واوروبا وكوت دافور الفرنساوي، يعني اللي هي الدول فيها شواطئ وبيبقى فيها مصايب. قالوا لي ما شفناش فحر ولا جمال هذا الموقع. وحقيقه فيعني ده مش بقيت سعيده ان ده راي الاجانب والعرب في المكان وفي الساحل الشمالي ده. انا هقول لك حاجه، يعني ثروه قوميه حقيقي، وفعلا احنا ما كناش عارفين قيمته. يعني ما كانش فيه لا خدمات، وكان طرق مكسره، واقول يا ربي الساحل الجميل ده والطبيعه الجميله دي اللي ربنا اداها لنا ازاي مش عارفين نستغلها؟ ازاي مش عارفين نستفيد بيها وتبقى واجهه سياحيه خطيره؟ ازاي؟ لكن فعلا ربنا حقق لي حلمي واتعملت فعلا واجهه سياحيه جميله ولسه. وبعدين الطرق طبعا اللي اتعملت والبنيه التحتيه واللي فعلا شيء جميل ولسه، يعني ده هيبقى من احلى الاماكن السياحيه في العالم والله. ان شاء الله متوقع له كده باذن الله. انا ما ينفعش يبقى معايا نجمه الجماهير اللي تربعت على عرش اعلى ايرادات لسنين طويله وما اسالهاش عن الفعاليات الفنيه اللي موجوده في المهرجان ومتابعتك ليها. هل حضرتي اي حاجه من الفعاليات دي سواء الحفلات او يعني لسه في حتى مسرحيات جايه؟ يعني انا الحقيقه يعني حضرت حفلات بس كانت زحمه قوي، وبعدين انا طبعا وجود يعني انت عارفه الفنانين يعني أكيد. يعني الزحمه قوي دي بتبقى مقلقه للفنان أكيد. لما بيحضر الجمهور لما بيشوفه بيروح بيهجم عليه بطريقه، طبعا دي حاجه تسعدني يعني. بس انا حضرت حفلتين مثلا، حضرت كام حاجه كده لا، وبعدين بتتبع بقى يعني بتتبع في التلفزيون كل الفعاليات جميله طبعا. انطباعك يعني ايه بقى؟ فيها فرايتي يعني عارفه، فيها فرايتي، فيها كل حاجه، فيها رياضه، فيها ثقافه، فيها فنون شعبيه، فيها حفلات لكل المطربين، فيها هيبقى في مسرح، كان في مسرحيات متهيألي او لسه هيتعمل. وجمهورك يحب يشوفك مرة تانية على فكرة، في سواء في مسرح سواء يعني حابين نبقى احنا بنشوف الفنانة الكبيرة نادية الجندي مرة تانية يعني في مهرجان العالمين. هل في نية يمكن في المستقبل انه ممكن السنة الجاية ان شاء الله حضرتك تكوني موجودة متواجدة بعمل فني؟ يا رب ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله. والحقيقة والله انا مش عايزة يعني أخيف ظن جمهوري فيا، جمهوري اللي وثق فيا وعملت له الحمد لله أعمال لغاية النهارده عايشة في وجدانه، وأعمال كلها حققت نجاح وحققت يعني حققت رسائل مهمة جدا للمجتمع وللناس، والناس حبتها وكانت فيها رسائل وفيها حاجات تهم الناس. فمش عايزة الحقيقة المواضيع اللي بتتعرض عليا دلوقتي معظمها ما يعني ما كانتش على مستوى الاعمال اللي انا قدمتها. فانا مش عايزه ارجع الا بحاجه فعلا فعلا يعني على نفس مستوى الاعمال اللي عودت جمهوري ان انا اقدمها له على طول. فان شاء الله انا بقرا دلوقتي كام سيناريو وقدامي كام عمل، بس مش هقول عنهم دلوقتي الا ما شاء الله يتم. خلاص لا لما يتموا. عايزه اسال حضرتك سؤال، هل ده سر ان حضرتك تربعتي على عرش الاعلى ايرادات وكنت انت السيده المتصدره يعني لمشهد النجمه اللي بتحقق ايرادات عاليه لسنين طويله جدا جدا في السينمات؟ طبعا يا حبيبتي، ما هو الاختيار ده مهم جدا. الفنان ذكاء يعني. أنا ليه استمريت؟ ليه استمر هذا النجاح الحمد لله؟ عشان كنت بدقق في كل عمل بعمله، ما بقبلش أي حاجة، برفض كتير جدا، ما بعملش إلا اللي أنا مقتنعة إن ده شيء جديد ومفيد وهيقدم رسالة وهيعجب الناس ومختلف. فأنا وموضوع يهم الناس، موضوع الساعة، فده بيخليني يمكن انا يمكن دي حاجات بتخليني اتعب نفسيا واتعب صحيا، ان انا افضل ابحث وان انا استمر فترات طويله ابقى غايبه عن الجمهور لغايه لما الاقي الشيء اللي يستحق فانزل بيه.
طبعا وماديا كمان، لما انت ترفضي حاجات كتير ما هي دي برضه انت بتخسري ماده بس بتخسري دلوقتي بس بتكسبي بعدين انك بتفضلي محافظه على مستواكي. يعني الفنانه ناديه الجندي نزلت بفوتو سيشن كسرت الدنيا، فاي حاجه هتعمليها جمهورك اكيد بيحبها. يا حبيبتي اشكرك من تيجي. بنشكرك طبعا على المداخله الحلوه دي. وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بألف خير. نشكرك مره تانية الفنانه ناديه الجندي.